نشرة إخبارية من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، تحتضن الجزائر غدا أشغال المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي الذي سيناقش على مدار يومين العديد من قضايا الراهن العربي والإقليمي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية. وعشية المؤتمر، افتتحت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة أشغال الاجتماع 34 للجنة التنفيذية برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الذي دعا في كلمته الافتتاحية إلى توحيد جهود الأمة العربية من أجل استعادة دورها القوي والفاعل على الساحة الدولية، لا سيما في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تصفية عنصرية وجرائم بشعة على يد الاحتلال الصهيوني. يتزامن اجتماعنا هذا مع تطورات بالغة الخطوة على الصعيدين الإقليمي والدولي، تلقي بظلالها وتأثيراتها العميقة على منطقتنا العربية، يأتي في صدارتها الوضع في فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من تصفية عنصرية وجرائم بشعة على يد الاحتلال الصهيوني، وهو استمرار المشروع الاستعماري الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتخريب المنطقة وجرها نحو مستنقع العنف والفوضى. وعليه فإن مسؤوليتنا كممثلين للشعوب العربية في هذا الفضاء البرلماني العربي المشترك كبيرة وثقيلة، وواجبنا هو العمل بكل تفان من أجل تقوية وتعزيز مكان اتحادنا ودوره. تجربة الجزائر الرائدة في مجال التسيير الفعال للموارد المائية كانت محل إشادة وتثمين الخبراء والمشاركين في فعاليات المنتدى العالمي للمياه المتواصلة بمدينة بالي الأندونيسية، على ضوء البحوث الحديثة كبدائل عن الري التقليدي كاعتماد أنظمة الزراعة والري الذكية، ما يسمح بترشيد استعمال المياه وزيادة الإنتاج. مبعوثة التلفزيون الجزائري يدحو. من اقتصاد مستهلك يعتمد على الواردات إلى اقتصاد منتج يبحث عن التموقع في إفريقيا، بفضل سياسة التنويع الاقتصادي والاهتمام بالفلاحة الصحراوية، فرغم التغيرات المناخية كان التكيف بترشيد استهلاك الموارد المائية واعتماد أنظمة الزراعة والري الحديثة التي لاقت استحسان الخبراء خلال فعالية المنتدى العاشر للمياه ببالي. التجربة الجزائرية كانت مفيدة جدا في هذا المؤتمر، خصوصا في مجال تسيير اقتصاد المياه، خصوصا وأن العالم يشهد تغير مناخيا أثر سلبا على الحياة بشكل عام. وفي ظرف سنة واحدة يأتي التقرير الثاني للبنك الدولي الذي يشيد بتطور الحاصل في الاقتصاد الجزائري بفضل التوجه نحو التنويع في مصادر الاقتصاد والاهتمام بزيادة الإنتاج في الفلاحة. وبالنسبة لنا احنا الجزائر هامة وهامة جدا وجودها معنا، لأن المناخ الموجود في الجزائر من ندرة المياه، كذلك من الملوحة متاع الأرض، وكذلك من الجفاف، نقدروا التجارب اللي تحدث في الجزائر تنجم تكون تجارب هامة وهامة جدا. من الأهداف المسطرة لتحقيق الأمن المائي في الجزائر، هو الهدف الرئيسي هو تحقيق الأمن الغذائي. 70% من المياه التي يتم حشدها من طرف المنشآت التي أعدت منذ الاستقلال، 70% من المياه هذه تروح للفلاحة، حيث أنه تم إنجاز سدود، إنجاز تحويلات كبرى، إنجاز أبار كثيرة في جل المناطق وجل الأحواض في الشمال أو شمالا أو جنوبا. الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتحقيق الترابط بين الماء والطاقة والغذاء يعزز الأمن المائي والغذائي.
بالعاصمة نظم يوم إعلامي حول الخزينة العمومية وعصرنة القطاع الاقتصادي والمالي، والذي أشرف عليه وزير المالية العزيز فايد، الذي أكد المضي في مسيرة تجسيد المشاريع الاقتصادية خاصة في ظل التحديات الراهنة، فيما أكد المتدخلون أن دور الخزينة العمومية يزداد أهمية كمساهم رئيس في تحقيق التنمية المستدامة. الرهانات أمام الخزينة العمومية كبيرة، وهو ما جعلها تنخرط في مسار العصرنة واستلام الممارسات الحديثة من أجل تسيير المال العام وفق ما تقتضيه متطلبات التنمية الاقتصادية والنجاعة. وقد تجسد هذا الانخراط من خلال إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة التي وضع أسسها ومعالمها الكبرى السيد رئيس الجمهورية عبر مجموعة من الإصلاحات التشريعية. وفي إطار الجهود والمساعي الرامية إلى استعمال التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة عبر مشاركة أصحاب الأفكار والمؤسسات الناشئة، أشرف اليوم وزير الطاقة والمناجم ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة على أشغال يوم دراسي حول الابتكار في قطاع الطاقة والمناجم، الذي أكد ضرورة اعتماد الابتكار التكنولوجي والرقمنة لمرافقة أصحاب المشاريع. ومن أجل تجسيد هذه المشاريع بات من الضروري إدخال التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة والرقمنة عبر المؤسسات الناشئة التي نعول عليها من خلال هذا اليوم الدراسي، الذي سوف يكون فضاء ملائما لمناقشة هذه المواضيع بغية مساعدة المؤسسات الاقتصادية في تطوير نظامها البيئي للابتكار التكنولوجي. اليوم نحاول أيضا توجيه الشركات الناشئة لزيادة من نسبة الإدماج فيما يخص مشاريع الطاقات المتجددة، خاصة وأن الجزائر اليوم عندها مشاريع ضخمة في هذا المجال لتزويد كامل المواطنين بالطاقات المتجددة في مجال استهلاك الطاقة، ومجال مهم جدا النجاعة الطاقوية. بالبقاع المقدسة، عقدت البعثة الجزائرية للحج بمكة المكرمة اجتماعا تنسيقيا مع كل فروع البعثة وأعضاء مكاتب الإسكان لضمان الاستقبال الجيد لوفود الحجاج التي ستصل مكة المكرمة يوم غد. مفادة التلفزيون الجزائري طارق حاجي. هو اللقاء الأخير للبعثة الجزائرية للحج بمكة المكرمة لوضع آخر ترتيبات استقبال أولى وفود حجاجنا التي ستدخل مكة المكرمة ابتداء من الغد، والذي يعد إعلان انطلاق مناسك الحج لموسم 1445 هجري 2024 ميلادي. 5 رحلات ستصل مكة المكرمة، 3 من جدة و2 من المدينة المنورة. كل الترتيبات اتخذت من أجل استقبال حسن لحجاجنا الميامين، سواء من حيث تهيئة الفنادق، تهيئة الغرف بتفاصيلها، تهيئة المطاعم، تهيئة المصليات، وكذلك وسائل النقل لحجاجنا الميامين من المطار إلى الفنادق ومن المدينة المنورة إلى الفنادق. الإسكان والإعاشة والتكفل الصحي، الكل جاهز لوضع الحاج الجزائري في أريحية تمكنه من الشروع في أداء المناسك بالنسبة للحجاج المتمتعين. لما يصلون إلى مكة المكرمة مباشرة يقدمون البطاقة الإلكترونية، ثم بعد ذلك يتم تأكيدها للإسكان ويسلم في ثواني بطاقة الإسكان في غرفهم. هذه العملية كما تدخل في الشأن العام الجزائري في إطار الرقمنة، فالحاج الجزائري سيستفيد من هذه العملية ويتم إسكانه في سرعة فائقة، وهو طبعا تخفيفا للإجراءات عليه من جراء التعب الذي يعانيه طيلة سفره من الجزائر إلى المملكة العربية السعودية. وتبقى البعثة الجزائرية متأهبة طول مدة الاستقبالات مع إجراء معاينات ميدانية لكل مرافق التكفل. هي إذن نسائم الحج قد هبت،
وتلبية النداء الخالد لسيدنا إبراهيم قد أزفت، والبعثة الجزائرية للحج بمكة تنتقل إلى السرعة القصوى في التحضيرات، ولسان حالها يقول للحاج الجزائري: تفرغ أنت لعبادتك واترك لنا شرف خدمتك. طارق حاجي، بعثة التلفزيون الجزائري من باحة الحرم المكي مكة المكرمة. في ختام دورة تكوينية لفائدة الحقوقيين الصحراويين بالجزائر العاصمة، كذا اليوم المتدخلون في الندوة التاريخية الدولية الموسومة بتصفية الاستعمار بقوة القانون، أكدوا أن الصحراء الغربية هي قضية استعمار واحتلال غير قانوني، وأن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال ثابت بموجب اللائحة الأممية 1514 حول استقلال البلدان والشعوب التي تشكل الأساس القانوني لتقرير المصير. في تطورات العدوان الصهيوني على غزة، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم من جراء قصف صهيوني استهدف شقة سكنية شمالي مخيم صيرات وحي الزيتون، كما ارتقى 8 شهداء في قصف صهيوني طال منازل وسط مدينة غزة، كما انتشل جثمانان بحي التفاح شرقي المدينة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر راح ضحيتها 57 شهيدا و93 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. يحدث ذلك في وقت تتوالى فيه ردود الفعل الدولية مرحبة بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوقف فوري للهجوم العسكري على مدينة رفح وفتح المعابر أمام القطاع، قرار عده الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش ملزما، لكن الاحتلال يواصل تعنته بتكثيف قصفه بشكل غير مسبوق. وبنيويورك اعتمد مجلس الأمن أمس بمجموع 14 صوتا مؤيدا وامتناع روسيا عن التصويت مشروع قرار حول حماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومبانيهم وأصولهم، حيث صوتت الجزائر لصالح مشروع القرار بعد انضمامها إلى الدول الراعية له. It is our responsibility. إنها لمسؤوليتنا كمجتمع دولي، خاصة أعضاء مجلس الأمن، أن نعمل على احترام القانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف. يجب تحمل المسؤوليات دون إفلات من العقاب. نأمل أن يسعى الأمين العام لتطبيق قرارات مجلس الأمن والعمل على تحسين القوانين الإنسانية من خلال الحرص على حماية العاملين والموظفين في تقديم الخدمات الإنسانية. فتبني هذا القرار فرصة للتذكير بمعاناة الموظفين الأمميين، خاصة بمناطق الصراع، فأطراف الصراع لا تلتزم بالقوانين الإنسانية، خاصة جيش الاحتلال الإسرائيلي. من جنيف، ثمنت الجزائر اعتماد الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية معاهدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وصفة إياها بالمعاهدة التاريخية. وخلال حفل التوقيع أكدت البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا أن اعتماد المعاهدة الملزمة يعد تقدما ملموسا في تعزيز الإطار القانوني الدولي في المجال وضمان شفافيته وتوازنه بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. هذا وقد أدى الوفد الجزائري دورا مهما في مسار المفاوضات من خلال تنسيقه للمجموعة الإفريقية، حيث سمح ذلك ببلورة موقف إفريقي موحد حيال بنود هذه المعاهدة الدولية الهامة. في أخبار الرياضة، وبالنادي الوطني للجيش بابن مسوس بالعاصمة، عقدت اليوم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أشغال الجمعية العامة العادية والتي صدق فيها الأعضاء بالإجماع على التقريرين المالي والأدبي بعد مناقشتهما. جدول الأعمال تناول أيضا الاستثمارات المتوقعة للفاف الرامية إلى تحسين الموارد المالية الموسم المقبل.
عادية، ظهرت في ظروف جيدة وهدوء تام. كانت المصادقة على التقرير المالي والأدبي. ما يخفيش عليك أن هذه فترة أن كانت السير تاعي إلا 3 أشهر، لأنه جمعية هذه اندارت للموسم 2023، كان بداية من 1 جونفي لغاية 31 ديسمبر. كل أمور جرت في ظروف جد عادية. نعم، حقيقة الناحية المادية تثير كثير من التساؤلات، لأنه خاصة أنه ورثنا وضعية صعبة جدا. احنا اليوم ملزمين أنه ندفع ديون المتراكمة التي وجدناها. وتخليني من الفرصة أني نشكر الدولة الجزائرية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبوني، الذي كان المرافق الأول للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. حقيقة لولا المرافقة هذه اللي كانت أعطتنا دفع كبير، حققنا بها نتائج انه حتى على لجنه المنازعات، ربما كان كثير الحديث انه لجنه المنازعات كانت فيه بعض الانديه راح تندثر، لكن الحمد لله اليوم نجنبنا تقريب 25 نادي من الاندثار. بهذا نصل الى طي اوراق النشره، القاكم في نشره الخامسه. السلام عليكم.